I would like to thank you all for your contribution to the commemoration of the 2016 Open Day for Women, Peace and Security, and to the municipality of Tyre for hosting this event. Today, in particular, I would like to express my gratitude to all women's groups that have participated in the preparation of today's event. And I would like also to acknowledge the various speakers for sharing their views on the role of women and how to empower them in post-conflict recovery and for sharing their recommendations to empower women in South Lebanon. تمت ورشة عمل بالتنسيق والتعاون مع مكتب وحدة النوع الاجتماعي لليونيفيل حيث اجتمعت النساء اللواتي يمثلن منظمات وجمعيات وسيدات من قضاء سور في 30 تشرين الأول من العام 2015 في هذا المبنى بالذات لمناقشة كيفية تمكين المرأة لمساهمتها في إعادة بناء المجتمع ما بعد الحرب. فكنا أكثر من 40 سيدة مقسمة إلى 6 مجموعات وشاركت النتائج فيما بينهن فظهر تفاوت في الرأي حول قضايا ثانوية وأجمعت الحاضرات أنه يجب العمل أكثر لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة. إن معايير وقيم المجتمع هي الأساس في التمييز ضد النساء، فهي لا تشجعهن على العمل خارج المنزل وتحفز الزواج المبكر وحظر السفر أو تغيير مكان السكن لأجل العمل. الاختلاط بالرجال في العمل أو اجتماعياً غير مسموح به والتضرع بالأديان لتقييد أدوار النساء. نأتي هنا لتمثيل النساء في منطقة مرجعيون. لقد سبق والتقينا في 26 أكتوبر 2015 بغية مناقشة كيف يؤثر تمكين المرأة ويسرع إعادة بناء مجتمع ما بعد الحرب في المنطقة. أجريت مناقشاتنا هذه في 4 مجموعات، كل منها تناولت الموضوع بطريقتها الخاصة، كما أننا ناقشنا كيف أن المؤسسات والمعايير الثقافية الاجتماعية غالباً ما تشكل عائقاً أمام تمكين المرأة. نظام الأسرة الممتدة لا تسمح للنساء في اتخاذ القرارات بأنفسهن حتى بتعليم أطفالهن. إن العديد من النساء غير قادرة على تعليم أطفالهن في المنزل وتحتاجن إلى دعم مالي لإرسال أطفالهن إلى المدرسة. وإن مشاركة المرأة في الأمن والسلام مهمة، لأن السلام العادل الشامل هو السلام الذي سيظهر. أي سلام آخر سيكون السلام الذي لا سلام بعده.